كيفية إيقاف كل الإشعارات مؤقتا؟ لإيقاف كل الإشعارات مؤقتا على تريدز، كل ما يجب القيام به هو التوجه أولا إلى تطبيق تريدز، ثم اضغط على بروفايلك الخاص هنا، ثم اضغط على هذه الخاصية هنا أو هذه الأيقونة، ثم توجه إلى الإشعارات. هنا يمكنك إيقاف كل الإشعارات مؤقتا. يمكنك تحديد المدة التي تريد إيقاف الإشعارات فيها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.